أيها الأخوة، نحن في بداية المغرب، والمغرب هو أول الليل. بقى دقائق ويؤذن المغرب، والمغرب هو أول الليل. ونحن أيها الأخوة والأخوات في الشتاء، ويشغل الوقت بالذكر والاستغفار والتسبيح وصلاة الليل. ماذا تفعل في هذا الليل الطويل؟ ماذا تفعل في الليل الطويل؟ يا الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. في هنا نقطة بيضاء لعله القمر. وقد أذن المغرب، المغرب الآن يؤذن، فيا أيها الناس استغلوا الليل. هذا أذان الآن، أذن المغرب. الله أكبر الله أكبر. أيها الناس استغلوا الليل في الركعات والسجدات. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، عليكم أن تقطعوا هذا الليل الاستغفار والتسبيحات والعمل الصالح، لا تضيعوا الأوقات، الوقت نفيس، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. اقطعوا الليل بالركعات، تخبئ لك ركعات في الليل ينفعك الله بها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويحفظ وقته. الليل طويل، ماذا تفعل في ليل الشتاء؟ عليك بالركعات والسجدات، عل الله يبعثك بعث المتقين. والحمد لله رب العالمين.